أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب مصر. النهاردة عندنا موضوعات وملفات كتيرة جدا تهم الوطن والمواطنين، زي ما عدناكم هنتكلم معاكم في ملفات تخص دور الدولة في الوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة اللي فاتت، وقد إيه إحنا شايفين القيادة السياسية والقيادة العسكرية بتقدم كافة السبل للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأيضا شايفين خلال الساعات الماضية البرلمان المصري وخاصة ائتلاف دعم مصر قدم قانون لانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ المقبلة. كل هذه الملفات هنتكلم معاكم فيها مع ضيوفنا اللي شرفونا النهاردة، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر شورى، مدير تحرير جريدة الوفد. أهلا بك يا أستاذ ياسر. أهلا بك يا أستاذ. شرفنا دكتور يا فندم. الشرف لي، أشكرك. طبعا الدكتور مصطفى الشربيني، المفكر والمتخصص في الشؤون الأفريقية. أهلا فيك يا فندم. مرحب بك يا مصطفى مرحب قناة الحدث اللي أثبتت وجودها خلال الفترة اللي فاتت، والبرنامج الجميل في قلب مصر. ربنا يخليك يا فندم، شرفتنا نورتين. نبدأ معاك يا أستاذ ياسر، خلال الآونة الأخيرة احنا شايفين دور القيادة السياسية ودور القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل الأوضاع والتحديات الصعبة اللي بتمر بالبلاد، كيف ترى هذه الأمور يا فندم؟ طبعا ما فيش شك ان جائحة كورونا ده وباء عالمي، واحتارت فيه دول كبيرة جدا ودول متقدمة جدا. شفنا دول بتنهار، شفنا دول النظام الصحي بتاعها اللي كان على أعلى المستويات بينهار قدام هذه الجائحة. الجائحة كانت صعبة على كل دول العالم. نعم. عندنا في مصر طبعا المسألة لحد الآن تحت السيطرة، في انضباط فيما يتعلق بالمستشفيات بتاعة العزل. صحيح في سلبيات، صحيح في ناس احيانا بتصرخ، في ناس بتزعل، في ناس بتقول ما فيش مكان في المستشفيات، لكن الناس لازم تعرف حاجه، ان مشكله فيروس كورونا دوت ان هو فيروس ثقيل، ثقيل الظل، ثقيل حتى على النفس. صحيح. فتره العلاج بتاعته 14 يوم. فانت النهارده حتى لما بتجد مكان للعزل او ما تجد مكان لانسان عشان خاطر تتعالج في مستشفى، بيفضل داخل المستشفى لمده 14 يوم. يعني هو لو بياخد يوم ولا اتنين ما كانش هيبقى فيه مشكله خالص، انما اللي هيدخل المستشفى ده وتفضل 14 يوم، انت مش هتقدر تقول له سيب السرير اللي انت موجود فيه وخلي حد غيرك يدخل. مساله غير انسانيه يعني. فما كانش ينفع اي حاجه، فكانت الدوله شافت ان هي تدخل في مساله اجراء اللي هو العزل المنزلي. نعم. العزل المنزلي حل من الحلول وحل كويس، لكن هو احنا كثقافتنا كمصريين، مش احنا كمصريين، كمان العالم كله ثقافته في التعامل مع فيروس كورونا ثقافة محدودة. كلنا مش عارفين ايه هو الفيروس، ايه هي اعراضه، مش عارفين نوصل لحل ليه لحد النهارده، مش عارفين نوصل لاي حل خالص. طب الناس تتعامل ازاي؟ احنا عندنا في مصر لما اعمل عزل منزلي في منطقة شعبية او اقول لناس تعزل نفسها منزليا، هيبقى في صعوبة في المسألة، في صعوبة ان في ستات ممكن تبقى كبيرة في السن محدش برعاية، في ممكن يبقى انسان عايش لوحده، ممكن تبقى أسرة بس أسرة ما عندهاش حتى التفكير إزاي تعزل باقي الأسرة عن المصاب. فبالتالي ممكن تتفاقم المسألة. كنت أفضل أنا على مستوى الشخصي أني مع كل الجهود ومع كل الجهود المقدرة من الدولة في محاربة فيروس كورونا، كنت أفضل أن احنا نعمل برضو بالإضافة للعزل المنزلي أماكن عزل مفتوحة، ونصنف المرضى. المريض اللي محتاج رعاية كاملة داخل مستشفى وأجهزة تنفس مظبوط. انا بتكلم في التصنيف، في ان انا بصنف كوزارة الصحة، اصنف اللي هم محتاجين رعاية عاجلة ورعاية مركزة، ده على طول لما كان المستشفى. اصنف بعد كده اخد مثلا ممكن درجة تانية المريض اللي عنده اعراض مثلا متوسطة وصعب عزله في البيت، او مش هيقدر يبقى في البيت، او ما عندوش حد من يعوله، او الاسرة، عشان ما يبقاش في تكدس على المستشفيات، عشان ما يبقاش في تكدس ويبقى في انتقال للفيروس ده، اخده ممكن في الاماكن العزل زي المدن الجامعية. انا دلوقتي غيرت، ما بقتش بعزل الناس اللي جاية من بره، بتتعزل في بيتها. ممكن كنت استخدم المدن الجامعية في كاماكن عزل، ودي فيها الاف والكلام دوت. صحيح. لكن تبقى مشكلة برضو عجز الأطباء، يعني مشكلة نقص الأطباء هتبقى عائق، لكن كنت ممكن أستعين مثلا بمتطوعين، أستعين بالتمريض، ممكن القوات المسلحة كانت بعتت عدد كبير من أطباء القوات المسلحة. صحيح. تساعد. يعني هي جائحة صعبة على أي دولة في العالم، فهي محتاجة تكاتف، ومحتاجة إن احنا كمان
ما نقفش ما نقعدش نلطم الخدود، ما نقعدش نستنى وزاره الصحه برضو نحملها ما لا طاقه لها به. يعني احنا عندنا الاطقم الطبيه بتقوم بدور بطولي طبعًا. بدور بطولي، انا ما اقدرش احمل عليه اكتر من كده. فلازم يبقى المساله فيها وعي. يعني احنا محتاجين دلوقتي ان احنا خدنا خبره في التعامل مع هذا المرض. المفروض ان انا انشر الوعي، لازم حاله الرعب تنتهي. هو دور برد زي اي دور برد. اللي المقدر ليه ان هو يفارق الحياه ربنا، ده اراده ربنا. واللي مقدر ليه ان هو ياخد الفيروس ويتعالج ويبقى خد مناعة ويبقى كمان ربنا اكرمه وخد مناعة انتهت، يبقى كده القصة بقت مظبوطة. يعني عايزين حالة الهلع وحالة الرعب لازم تنتهي، لان الرعب اصعب من الفيروس نفسه. صحيح. الفترة اللي فاتت دي حالة الوهم اللي ممكن تنتشر الفترة اللي فاتت، السوشيال ميديا عاملة حالة من الاكتئاب وحالة من القلق غير طبيعية. شفنا بعض الدراسات اللي مكتوبة على السوشيال ميديا اصبحت صفحة وفيات. صفحة وفيات. عندي اضافة هنا يا استاذ مصطفى، اللي احنا اتفاجئنا بيه مسألة برضو الكلام الكتير على ان الناس اللي شفيت، في بعض الناس عايزة تبيع البلازما بتاعتها. انا ما عنديش تأكيدات على ده ومش عايزين نكتر فيها. مفيش كلام طلع واقعي من مفيش أو يعني مفيش كلام أو من رسمي مختصة. او مفيش حد ضبط ان هو بيبيع البلازما بتاعته او بيبيع الدمه عشان هو شوفي من كورونا. احنا مش عايزين نزود في ده، شعب مصر مش كده يا جماعه. احنا ما نشوش نفسنا. انا متاكد مفيش مصري هيقبل ان هو يشوف حد محتاج للبلازما بتاعته او للتر دم يا راجل من عنده وهيتاخر. فاحنا مش عايزين يا جماعه بلاش جلد الذات. احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده بيطلع بره ان احنا اللي بنقول على نفسنا. يا جماعه احنا عايزين نتعلم من الشعوب التانية. الشعوب التانية اللي عندها بلاوي وكوارث ما بتطلعهاش كده وما بتقولش كده. فاحنا ما ينفعش احنا نتهم المصريين البسطاء انهم هيتاجروا بالدم والبلازما. في حالات راحت اتبرعت بارادتها. صحيح صحيح. تاني حاجه، وزاره الصحه لازم الناس اللي دخلت مستشفيات يتعمل لها كارت وكارت متابعه. ولازم يتكتب عليه تعهد انه في حاله ان ربنا يشفيه يتبرع بالدم بتاعه فورا. دي مساله يا جماعه، ودار الافتاء طلعت فتوى ومحدش بيتاخر. محدش بيتاخر في المساله. فاحنا مش عايزين جلد ذات، وفي نفس الوقت عايزين هذه الازمه تحتاج الى التكاتف. يعني هي حل هذه الازمه ان شاء الله وباذن الله يا رب. هي ما فيش يعني يمكن اسبوع ولا اسبوعين ان شاء الله وتتكسر حده هذا الفيروس باذن الله يا رب، بكرم ربنا فوق طبعا، لانه ما فيش غير كرم ربنا دلوقتي. صحيح. فباذن الله. لكن المساله محتاجه التكاتف، محتاجه ان المصريين يقفوا مع بعض، محتاجه التلاحم. مش عايزين نشوف الظاهر السلبيه. صحيح. السلبيه يا جماعه، ما حدش